لغاية 1989، وقد درست وقد رافقت وقد رافقه المراقب العام قدودة رحمة الله عليه. أيضا حشف صادق يقول: نعم المعلم والأب والأخ، ربي يحفظه، أمين إن شاء الله. وحسين أيضا غمام يقول: ربي يبارك فيه، أنا ما نعرفهاش بصح حسيت به وبالشيء اللي قدمه. وآخرون: نحن أيضا نتمنى لو كنا فهم معكم ونكرموا الشيخ حمود إن شاء الله. شكرا لك زهير عن التواصل بتاع الفيسبوكيين. أمال دائما بين الهاتف وبين الأمور التقنية، يعطيك الصحة أمال. شيخنا أنتم كل يوم تقصروا معاه وكل يوم تقعدوا معاه، خلونا هنا نشبعوا منها شوية شيخ. ها أشبع بعد ديروها تقرديش يا عم سلام، ما خلانا نكمل ثاني. تفضل شيخ. أول قلت بالنسبة لي أنا الشيخ محمود محمد الميداني، بالنسبة لي أنا شخصيا كمدرسة تعلمت ولا في الابتدائي عندما كنت معلم.